أبنائي طالبة وطالبات الصف الثاني الثانوي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والنهاردة مع درس جديد من دروس التاريخ. النهاردة بنتكلم في الوحدة الأولى وهي الحضارة العربية وظهور الإسلام، ومعانا النهاردة الدرس الثاني وهو ظهور الإسلام. في الدرس السابق اتكلمنا عن حضارات شبه الجزيرة العربية قبيل ظهور الإسلام، وهنسيب إن شاء الله رابط الدرس السابق أسفل هذا الفيديو في الوصف، ونبدأ مع بعض درسنا النهاردة على بركة الله سبحانه وتعالى. هنلاحظ عندنا أن شبه الجزيرة العربية كانت تعاني من كثير من الفوضى وكثير من الضعف والتفكك، وكانت الناس بعيدة تماما عن دين الله سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى أرسل لهم محمدا صلى الله عليه وسلم ليهديهم إلى عبادة الله الواحد الأحد، ويعود بهم إلى فطرتهم السليمة ويخرجهم من الظلمات إلى النور. ملامح حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة، مولده ونسبه. ولد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يوم الاثنين الموافق 12 من ربيع الأول والموافق 20 من إبريل عام 570 ميلادية، وهو العام المعروف بعام الفيل. وكان صلى الله عليه وسلم أعز الناس نسبا وصهرا. طبعا العام ده سمي بعام الفيل لأن أبرار الحبشي حاول هدم الكعبة، وكان يصطحب معه مجموعة من الأفيال. أما بالنسبة لطفولة الرسول صلى الله عليه وسلم وصباه، فقد واجهته العديد من الصعوبات. أول حاجة هنلاقيه يتيم الأب، حيث مات أبوه ودفن في يثرب قبل ولادته، ثم أرسلته أمه آمنة بنت وهب إلى مرضعة من بادية بني سعد وهي حليمة السعدية، وأمضى عندها السنوات الأربع الأولى. ودي كانت من عادات العرب المنتشرة بين القبائل، هي إرسال أطفالهم إلى مرضعات في البادية. وكان ده بالنسبة للعرب مهم جدا، لأن هو بيقوي البنيان وبيكسبهم رجاحة في العقل وفصاحة في اللسان. كذلك أمه توفت في السادسة من عمره، وهيبدأ يتولى تربيته جده، وبعد وفاة جده في الثامنة من عمره هيتولى تربيته عمه أبو طالب. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرضى أن يكون عبئا على عمه أبو طالب، فبدأ يبحث عن العمل، فخرج ليرعى الأغنام في مكة وتعلم من حرفة الراعي الرأفة والعطف ولين الطبع. حرفة الراعي من الحرف اللي بتعلم الإنسان أشياء كثيرة جدا، إلى جانب طبعا أهم حاجة قوة التحمل والصبر. فترة شباب الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول خرج في رحلات تجارية إلى الشام، فتعلم المسؤولية وطرق التعامل مع الناس ومعرفة أخلاقهم، وكان بيخرج مع عمه في التجارة. تزوج من السيدة خديجة بنت خويلد وهو في سن 25 من عمره، وكان دايما الرسول يتعبد في غار حراء، وكان يذهب إلى هذا الغار للتعبد والتأمل والتفكير، واستمر على هذا الحال حتى بلغ 40 من عمره. في أحد ليالي شهر رمضان نزل عليه الوحي جبريل عليه السلام وجاءه بالقرآن الكريم. في الفترة دي طبعا هتبدأ معانا فترة سرية الدعوة، وهي عدم الإعلان عنها خوفا طبعا على أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه الفترة اجتمع الرسول بالمسلمين سرا في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، فكان يتلو عليهم ما ينزل عليه من القرآن ويعلمهم أحكام الإسلام وشرائعه. أما بالنسبة لفترة الجهر بالدعوة أو إعلان الدعوة، الناس كلها تعرف، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى أمره بأن ينذر عشيرته الأقربين، فوقف على جبل الصفا ونادى قريش ودعاهم إلى الإسلام وترك عبادة الأوثان، ومن هنا تبدأ طبعا المواجهة بالنسبة للقريش. البحث عن مكان آخر للدعوة. هنلاحظ أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما هيشعر برفض قريش للإسلام، ولما هيلاقي في إيذاء لأصحابه، هيبدأ يفكر في الهجرة إلى مكان آخر، أو هجرة المسلمين بالتحديد إلى الحبشة نتيجة إيذاء المشركين لهم في مكة. ثم رحل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف محاولة أن يجد مكانا جديدا لنشر الإسلام. طبعا معنى كده أن مكة كانت تعتبر رفضة للدين الإسلامي، وكانت قريش ترفض الإسلام رفضا
قويا جدا، وقامت بتعذيب أتباع الرسول، وعشان كده الرسول فكر في البحث عن مكان آخر. طبعا المسلمين هاجروا إلى الحبشة والرسول بحث عن مكان آخر، وكانت الطائف مقصدا، ولكن طبعا هذه المحاولة فشلت. المحاولة الثانية كانت إلى يثرب، والهجرة إلى يثرب عندما اجتمعت قريش للقضاء على الرسول صلى الله عليه وسلم. أمره الله سبحانه وتعالى بالهجرة إلى يثرب، فخرج وأبو بكر الصديق إلى غار ثور ومنه إلى يثرب. سمات من شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، بعض الصفات التي يتميز بها الرسول. أول حاجة عندنا القدرة على حل المشكلات، مناصرته للمظلوم، وعندنا رغبته في التفكير والتأمل. دي تعتبر بعض الصفات المهمة في شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم. نتكلم عن قدرته على حل المشكلات، وده كان موقف حصل. اختلفت القبائل في وضع الحجر الأسود في مكانه عندما أعادوا بناء الكعبة، فاختلفوا على مين اللي يحط الحجر الأسود في موضعه، وكاد الأمر أن يؤدي إلى القتال. طبعا هنا بدأ زعماء قريش يقولوا ان احنا هنشهد اول شخص يدخل علينا الحرم او البيت الحرام، فدخل الرسول صلى الله عليه وسلم، فوافقوا على ذلك وبدأوا فعلا يلجأوا الى الرسول ليكون حكما بينهم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: هلموا ثوبا فأتوا به فوضع علي الحجر، ثوبا او عباءة، فوضع الحجر الاسود عليها. ثم بعد ذلك أخذ من كل قبيلة رجل، ثم رفعوا جميعا الثوب ووضع الحجر الأسود بيده في مكانه. يعني المشكلة تم حلها برجاحة العقل الرسول عليه الصلاة والسلام. نيجي على مناصرته للمظلوم، وده موقف تاني. لما رجل جه يبيع إبل جمال في مكة واشتراها منه أبو جهل، لكنه ماطل في ثمنها، فوقف الرجل وقال: يا معشر قريش، من يأتي لي بحقي من أبا الحكم؟ فإني غريب وابن سبيل وقد غلب علي حقي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب معه إلى دار أبي جهل، وقال له: أعطي هذا الرجل حقه. وقال له: أعطي هذا الرجل. فدخل أبي جهل وجاء بالمال ودفعه للرجل. يعني برضو كان من ضمن صفات الرسول وسماته الوقوف مع المظلوم ومنصرته. رغبته في التفكير والتأمل، ودي كانت واضحة طبعا زي ما شرحنا قبل كده، ان هو كان بيحب يخلو بنفسه في غار حراء شمال غرب مكة ليفكر ويتأمل في عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى، واستمر حتى نزل عليه الوحي بالقرآن الكريم عن طريق جبريل. دي بعض الصفات اللي كان بيتميز بها الرسول صلى الله عليه وسلم. دي صورة طبعا لغار حراء اللي كان الرسول بيحب يتعبد فيه ويتأمل فيه. نيجي نتكلم على نزول الوحي وموقف السيدة خديجة زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد نزول الوحي عاد إلى زوجته السيدة خديجة طبعا مرتجفا وخائفا، وروى لها ما حدث. على طول موقف السيدة خديجة كان موقف رائع. أول حاجة طبعا طمأنت الرسول وهدأت من روعه قائلة: كلا والله ما يغزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتكرم الضيف وتعين على نوائب الحق. يعني كانت بتعدى صفات الرسول حتى تطمئنه ان هو يعني ما بيعملش حاجة سيئة، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى لن يغزيه أبدا. بعد كده لجأت إلى أهل العلم، وده موقف بنتعلم منه طبعا اللجوء إلى أهل العلم، وذلك لتفسير ما حدث. فذهبت إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل، فأخبرهما بأنه الناموس الأعظم أو صاحب الوحي أو جبريل زي ما احنا بنطلق عليه، الذي نزل على موسى عليه السلام. يعني قال له باختصار إن هذا هو الذي نزل على موسى عليه السلام، وطمأن الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك زار الرسول صلى الله عليه وسلم طوال حياته يترحم عليها، وبعد وفاتها كان يذكرها دايما بكل طيب. نتعرف على مراحل الدعوة الإسلامية ونشرها. الدعوة الإسلامية مرت بعدة مراحل. أول مرحلة
اسمها مرحلة الدعوة المكية. المرحلة الثانية اللي هي مرحلة الدعوة المدنية. لو جينا اتكلمنا عن مرحلة الدعوة المكية، كانت في مكة واستمرت 13 عام، وتعرض خلالها المسلمون للإذاء والاضطهاد من قريش. بمرحلة الدعوة المكية يعني كانت في مكة، استمرت كم سنة؟ 13 سنة، وتعرضوا للإذاء والاضطهاد. أما مرحلة الدعوة المدنية، ودي كانت في المدينة المنورة، وبدأت بالهجرة إلى يثرب أو المدينة حتى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ودي استمرت حوالي 10 سنوات، وكانت مرحلة التأسيس لقيام الدولة الإسلامية. يبقى مرحلتين، مرحلة في مكة ومرحلة في المدينة. مرحلة الدعوة المكية مرت بمرحلتين، هما مرحلة سرية الدعوة ومرحلة الجهر بالدعوة. واحنا قلنا السرية يعني عدم الإعلان عنها إلا للمقربين، أما الجهر طبعا الإعلان للكل. لو جينا اتكلمنا على مرحلة السرية، استمرت 3 سنوات وتميزت بالكتمان لتجنب أذى قريش. طب إيه اللي حصل فيها؟ بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم بدعوة الأقربين، واختار دار الأرقم ابن أبي الأرقم، ودي كانت مركز لتربية أصحابه وتعليمهم القرآن الكريم. أما في نهاية هذه المرحلة بلغ عدد الذين أسلموا 60، معظمهم من الشباب، يمثلون جميع بطون قريش وخيرة قومهم وأكثرهم، يعني 60 واحد من معظم قبائل قريش، وكان فيهم ناس كتير ذات مكانة كبيرة. يبقى 60 واحد أسلموا في خلال 3 سنوات. طبعا كان أكثرهم زي ما قلنا من الوجهاء والسادة، والرسمة البيانية اللي قدامنا بتبين لنا طبعا النسب. هنلاقي ان من الوجهاء والسادة كان 31 فرد، من النساء 12، من خارج قريش 3، من الموالي والعبيد 14. دي طبعا اللي هي فترة الدعوة السرية، عشان كده قلنا ان الوجهاء والسادة كان هما الرقم الاكبر. مرحلة الجهر بالدعوة، ودي استمرت 10 اعوام. حصل ايه فيها؟ جهر الرسول يعني اعلن الرسول الدعوة بعدما جاء الامر من الله عز وجل بان يظهر دينه، فخرج ودعا بني عبد المطلب الى الاسلام، ثم دعا الناس باختلاف القبائل والبلدان، وتتبعهم في الاندية والمحافل والمواسم والاسواق. يعني باختصار الرسول ما تركش حد الا لما بلغوا بالدعوة الاسلامية. وطبعا ما ننساش ان الرسول عليه الصلاة والسلام وقف على جبل الصفا ودعا قريش واعلنها بالدين الاسلامي، وبدأت بقى هنا المشاكل من جانب قريش. موقف قريش في البداية، لم تهتم قريش واعتبرت دعوة محمد صلى الله عليه وسلم لبني عبد المطلب مسألة داخلية، واكتفت بمقاومة عمه عبد العزة بن عبد المطلب اللي احنا بنسميه أبو لهب، أو عرف بالقرآن باسم أبو لهب، ومقاومة أمثاله للدعوة. يعني قريش في الأول ما خدتش الموضوع بجدية، واعتمدت على بعض أقارب الرسول في هذا الشأن. مع مواصلة الرسول الجهر بدعوته، هتبدأ بقى قريش تعترض، وتبدأ قريش تعلن رفضها للدين الإسلامي. وهنا بقى نتكلم عن أساليب قريش لمواجهة الدعوة الإسلامية. وأول حاجة عندنا حرب الشائعات والأكاذيب، عندنا التفاوض والمساومة، وعندنا الإيذاء والتعذيب، والمقاطعة الاقتصادية والاجتماعية. يبقى احنا عندنا حرب الشائعات والأكاذيب، دي أول حاجة تتبعها قريش، التفاوض والمساومة، تحاول تتفاوض، الإزاء والتعذيب، المقاطعة الاقتصادية والاجتماعية. نتكلم عن أول حاجة فيها، وهي حرب الشائعات والأكاذيب. قريش كانت شايفة أن أفضل وسيلة لمهاجمة الدعوة الإسلامية هي نشر الشائعات والأكاذيب حولها، حيث اتهمت الرسول صلى الله عليه وسلم بالكذب والسحر والسعي للزعامة والشهرة، وقد خططت جيدا لنشر الشائعات من خلال عدة وسائل. أول حاجة اختيار الأوقات والمكان المناسبين، فكان موسم الحج في مكة طبعا مكان مناسب أوي.
الاتفاق في القول والفعل حتى تؤتي ثمرها، يعني كله يقول نفس الكلام عشان الناس تصدق، مش كل واحد يقول كلام غير التاني، ودي بنسميها حرب الشائعات والأكاذيب. الحاجة التالتة اختيار شخصيات ذات تأثير، مثل طبعا أبي لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم والوليد ابن المغيرة، وهما من أكبر سادة قريش للاستهزاء والسخرية من الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يبقى حرب الشائعات اتبعت قريش عدة طرق. أول حاجة اختيار الأوقات والمكان المناسبين، وكان موسم الحج، اتفاق في القول والفعل، واختيار شخصيات ذات تأثير. طب نتكلم عن التفاوض والمساومة. هنا التفاوض والمساومة برضو هنلاقي فيه عدة طرق للتفاوض. أول حاجة هنلاحظها هي التفاوض غير المباشر، أما الطريقة الثانية هي التفاوض المباشر. يبقى التفاوض كان بطريقتين، يا إما غير مباشر يا إما مباشر. نيجي نتكلم عن الغير المباشر، حيث كررت قريش التفاوض بواسطة عائلة الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاءوا إلى أبي طالب عم الرسول، وكانوا معتقدين بأن هو ذو تأثير على الرسول في ذلك الأمر وقادر على أن يثنيه عن هدفه، ولكن وقف الرسول صلى الله عليه وسلم موقفا ثابتا في ذلك. طبعا ده بيبين لنا تمسك الرسول بالدعوة الإسلامية. الحوار الذي دار بينهم، قالت قريش لأبي طالب إن ابن أخيك قد آذانا في نادينا ومسجدنا فانهه عنا. فقال أبو طالب لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن بني عمك هؤلاء زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم ومسجدهم فانتهي عن آذاهم. فحلق الرسول صلى الله عليه وسلم ببصره إلى السماء ثم قال ترون هذه الشمس؟ قالوا نعم. فقال والله ما أنا بأقدر أن أدع ما بعثت به من أن يشعل أحد من هذه الشمس شعلة من نار. يعني باختصار ان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لهم حتى لو واحد فيكم قدر يولع شعلة من الشمس انا مش هترك هذا الامر. يبقى الرسول متمسك بموقفه. فقال ابو طالب والله ما كذب ابن اخي قط فارجعوا راشدين. يبقى معنى كده ان ابو طالب كمان وافق على موقف الرسول. أما بالنسبة للتفاوض المباشر، وده هيكون مع الرسول مباشرة، فعرضت عليه المال والسلطة مقابل أن يترك أمر الدعوة، إلا أنه رفض ذلك. يبقى المحاولتين الغير مباشر والمباشر في التفاوض فشلت في إثناء الرسول عن موقفه. بذلك فشلت كل محاولات قريش من حرب الشائعات والأكاذيب والمفاوضات والمساومات، وبالتالي بقى نلجأ إلى أساليب أخرى للنيل من المسلمين زي الإيذاء والتعذيب، ودي الطريقة الثالثة أو الأسلوب الثالث اللي اتبعته قريش. تعذيب، هنا هنلاحظ أن قريش طبعا اتجهت لتعذيب العبيد والضعفاء، ثم شمل الإيذاء بعد ذلك كل المسلمين، خاصة بعد انتشار الدعوة وانضمام بعض الأشراف للإسلام، ومن ثم تعرض الرسول صلى الله عليه وسلم وخيرة أصحابه للإيذاء. يعني ما فيش حد نفد من الإيذاء، كله تعرض للتعذيب. المسلمين احتملوا ألوان كثيرا من العذاب والقسوة والطغيان، مما دفع الكثير منهم للهجرة إلى الحبشة زي ما قلنا قبل كده. أما بالنسبة للمقاطعة الاقتصادية والاجتماعية، ودي استمرت 3 سنوات، وده كانت نوع آخر من أساليب المقاطعة المقاومة واللي اتبعتها قريش لمواجهة الدعوة الإسلامية. أبو طالب عرف أن قريش تريد إنهاء الإسلام بقتل الرسول صلى الله عليه وسلم، فجمع بني هاشم في شعب أبي طالب أو أرض أبي طالب، وأمرهم أن يحموا النبي فوافقوا جميعا. طب وهم كلهم مسلمين؟ لا طبعا، فيهم مسلمين وفيهم كافرين، لكن الحمية والعصبية أو الإيمان والإسلام كانت هي الدافع لذلك. موقف قريش، طبعا أصدرت وثيقة أو صحيفة مقاطعة لبني هاشم وحصارهم اقتصاديا واجتماعيا حتى يسلموا الرسول صلى الله عليه وسلم ليقتلوه، وقاموا بتعليق هذه الوثيقة في جوف الكعبة. وأهم بنود التي وردت بهذه الوثيقة قطع الطعام عن المحاصرين، لا بيع ولا شراء معهم، لا زواج وتزاوج منهم،
هذه المقاطعة أو هذه الشروط بنسميها مقاطعة اقتصادية ومقاطعة اجتماعية. واستمرت 3 سنوات، عانى بني هاشم كثيرا ولم يبقى أمامهم سوى ورق الشجر فأكلوه، وبعد المؤن من بعض أصهارهم. كان في ناس يعني بتودلهم شوية أكل كده في السر. يبقى دي اسمها المقاطعة الاقتصادية والاجتماعية. صبر بني هاشم حتى قيد الله بعض أشراف قريش الذين تربطهم قرابة ببني هاشم بنقد الصحيفة وفك الحصار. يعني برضو يعتبر نقد الصحيفة وفك الحصار جه من بعض أشراف قريش برضو الكفار، ولكن تربطهم قرابة بني هاشم، فطبعا يعني حسوا ان هم شكلهم وحش قوي ان يسيبوا بني هاشم تموت من الجوع، واحنا قلنا في حمية وفي عصبية فتدخلوا في هذا الامر، ولكن بعد مرور 3 سنوات. اساليب الرسول في مواجهة اعداء قريش. يبقى احنا خدنا اساليب قريش، هنشوف بقى الرسول اتعامل ازاي مع هذه المواقف الصعبة. اول حاجة هنلاحظها طبعا في موقف الرسول واساليبه هي الحكمة والموعظة الحسنة. الاسلوب الثاني اللي اتبعه الرسول هو الصبر والتحمل، اما الاسلوب الثالث انقاذ المستضعفين، الاسلوب الرابع البحث عن مراكز جديدة لنشر الاسلام خارج مكة. يبقى 4 اساليب اتبعها الرسول صلى الله عليه وسلم لمواجهة اعداء قريش: الحكمة والموعظة الحسنة، الصبر والتحمل، انقاذ المستضعفين، البحث عن مراكز جديدة لنشر الاسلام خارج مكة. اما بالنسبة للعنصر الاولاني او الحكمة والموعظة الحسنة، هنلاحظ ان الرسول كان شايف ان ده اشد اثرا من استخدام القوة او الدخول في حرب بين ابناء قريش، وده كان يؤدي لتفكك المجتمع وانهياره. يعني الرسول كان شايف ان القوة او الحرب هتؤدي الى انهيار المجتمع، فكان الافضل هو الحكمة والموعظة الحسنة. اما الصبر والتحمل، وده كان واضح جدا في موقف الرسول صلى الله عليه وسلم، انه كان دايما يحس اصحابه على الصبر والتحمل، وطبعا طبعا مع آل ياسر: صبرا آل ياسر فان موعدكم الجنة. ودول كانوا تعرضوا لتعذيب بشع جدا، ودول اول شهداء في الاسلام بسبب التعذيب. اما بالنسبة لانقاذ المستضعفين، فالرسول عليه الصلاة والسلام كان هو وبعض أصحابه حسوا طبعا بالمسؤولية الضخمة والكبيرة والإصرار على تحملها، فقاموا بشراء العبيد وعتقهم مثل شراء أبي بكر لبلال ابن رباح، وإنقاذه من التعذيب والموت. أما البحث عن مراكز جديدة لنشر الإسلام خارج مكة، مع زيادة التعذيب وتنكيل قريش بالمسلمين كان التفكير في مكان آخر شيء طبيعي جدا، وكان لازم مكان آمن للمسلمين ليفروا بدينهم من بطش قريش، وإنقاذ طبعا المستضعفين ونشر الإسلام خارج مكة وإنقاذ الدعوة الإسلامية. البحث عن مراكز جديدة لنشر الدعوة الإسلامية، أول حاجة حصلت هي الهجرة إلى الحبشة، دي كانت أول محاولة لإنقاذ الدعوة الإسلامية والهروب من بطش وتعذيب قريش. حاجة تانية هي رحلة الطائف. حاجة التالتة الطواف على القبائل. والحاجة الرابعة الهجرة إلى يثرب والمدينة المنورة اللي هي بنسميها المرحلة المدنية. يبقى البحث عن مراكز جديدة لنشر الإسلام خدت 4 خطوات: الهجرة إلى الحبشة، رحلة الطائف، الطواف على القبائل، الهجرة إلى يثرب أو المدينة أو هي المرحلة المدنية. اتكلم بقى عن الهجرة إلى الحبشة. الهجرة إلى الحبشة، الرسول عليه الصلاة والسلام اختار الحبشة لأسباب. أول حاجة وأهم حاجة إن ملكها على دين سماوي وكان معروف بالعدل ولا يظلم عنده أحد. النجاشي ملك الحبشة كان بيتميز بصفات العدل، ودي من الصفات الحميدة. أما بالنسبة للهجرة فكان شكل مرحلتين أو عدة مراحل: المرحلة الأولى في العام الخامس من البعثة، أما المرحلة الثانية فهي في العام السابع من البعثة أثناء حصار قريش لبني هاشم. في مرحلتين للهجرة: واحدة في العام الخامس من البعثة يعني بعد نزول الوحي ب5 سنين، والمرحلة الثانية في العام السابع، ودي كان أثناء حصار قريش أثناء لبني هاشم.
أما بالنسبة لموقف قريش من الهجرة، طبعا قريش مش هتسكت، أرسلت عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة إلى نجاش الحبشة محملين بالهدايا ويطلبون منه إعادة المسلمين إليهم. يبقى حاولوا يرجعوا المسلمين عن طريق إرسال مندوبين عن قريش اللي هو عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة، طبعا قبل الإسلام بالنسبة لعمرو بن العاص. أما بالنسبة لموقف النجاشي، رفض مطلبهم طالبا الفرصة حتى يسمع من المسلمين مثلما سمع منهم ليستطيع الحكم عليهم، فأرسل في طلب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ودار حوار بين النجاشي وجعفر ابن أبي طالب، ورفض بعد ذلك تسليمهم إلى قريش. يبقى هنا النجاشي بيعلمنا درس، وهو أنه يسمع من الطرفين، وبعد ما سمع من الطرفين حكم بالعدل ورفض تسليم المسلمين إلى قريش. يبقى ده موقف النجاشي من المسلمين الذين هاجروا إليه. أما بالنسبة لرحلة الطائف، ودي كانت في العام العاشر من البعثة، وكان الهدف زي ما قلنا هو البحث عن مكان آمن هربا من اضطهاد قريش للمسلمين. وأسباب هذه المحاولة هو اشتداد إيذاء قريش للرسول صلى الله عليه وسلم، تشديد الخناق عليه بعد وفاة السيدة خديجة وعمه أبي طالب. يبقى ده أول سبب. السبب الثاني طبعا حاجة الرسول إلى مكان جديد للدعوة، فخرج إلى الطائف أملا أن تكون أفضل حالا من مكة، ولكن مع الأسف لم تكن كذلك. أما بالنسبة للنتائج اللي ترتبت على هذه الرحلة، إن الرسول عليه الصلاة والسلام تعرض للإزاء حتى أدميت قدماه الشريفتان، أصيب في قدمه وسالت منهما الدماء، فدعا ربه ثم عاد إلى مكة. يبقى محاولة فشلت، والرسول تعرض للإزاء في الطائف أيضا كما تعرض للإزاء من قريش في مكة. أما بالنسبة للطواف على القبائل، ودي ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان دايما بيعرض نفسه على القبائل ويقابلهم، خصوصا في موسم الحج اللي كان بيجي فيه قبائل كتير جدا الى مكة، وكان بيطلب منهم طبعا الدخول في الدين الاسلامي والإيواء والنصرة، وطبعا هيلاقي هنا قبول من وفد من يثرب من قبيلة الخزرج، وكان عددهم 6 رجال، دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم الى الاسلام فاجابوا. عاد هذا الوفد إلى يثرب يحدثون الناس على الإسلام، وهناك بدأت الدعوة تأخذ وضعها بشكل جديد. وبعد مرور عام كامل كانت بيعة العقبة الأولى، ثم مر عام آخر وكانت بيعة العقبة الثانية. يبقى هنا نلاقي أن الإسلام بدأ ينتقل إلى يثرب عن طريق 6 رجال من الخزرج، دخلوا في الإسلام أثناء دعوة الرسول لهم في موسم الحج في مكة، وبعد كده عادوا وبدأوا ينشروا الإسلام في يثرب، وهتبدأ بقى الأحداث تاخد شكل جديد، والرسول عليه الصلاة والسلام يلاقي مكان آمن هو والمسلمين إلى الهجرة. نجي بقى نشوف بعد 6 دول ما راحوا إلى يثرب ودعوا الناس للدخول في الإسلام، وعادوا بعد عام للموسم الحج التالي في مكان اسمه العقبة، وهنلاقي هنا في المقابلتين بيعة العقبة الأولى، بيعة العقبة الثانية أو البيعة الكبرى. بعد مرور عام من ذهاب 6 من الخزرج ونشر الإسلام في يثرب، جاءوا وقابلوا الرسول في العقبة، ثم عادوا مرة أخرى إلى يثرب، وبعد عودتهم الموسم الحج التالي برضو قبل الرسول مرة تانية في العقبة. يبقى في مقابلتين هنسمي بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، يفصل بينهم عام ونعمل مقارنة بين البيعتين ونشوف كده إيه اللي دار فيهم. أول حاجة تاريخ كل واحد. بيعة العقبة الأولى كانت في موسم الحج العام 12 من البعثة، يعني سنة 12 من البعثة أو من نزول الوحي. أما بيعة العقبة الثانية فجت في العام 13 من البعثة، زي ما قلنا في بينهم سنة فرق. ده بالنسبة لتاريخ كل بيعة فيهم. أما بالنسبة لمكانها، طبعا الاثنين في العقبة وهو مكان يقع بين مكة ومنى. أما بالنسبة للأحداث، في بيعة العقبة الأولى ارتقى الرسول صلى الله عليه وسلم بوفد من أهل يثرب، وكان عددهم 12 رجل من الأوس والخزرج. ده بالنسبة للأحداث. والتقى الرسول في بيعة العقبة الثانية أو الكبرى بوفد من الأوس والخزرج عددهم 73 رجلا وامرأتين. يبقى هنا 12 وهنا 73 رجل وامرأتين، والفرق بين دي ودي عام كامل.
بايع الرسول عليه في بيعة العقبة الأولى، بايعوه على الإيمان بالله ورسوله ومكارم الأخلاق. يبقى في العقوف الأولى المبايعة كانت الإيمان بالله ورسوله ومكارم الأخلاق. أما في الثانية كان الدفاع عن الإسلام ونصرته، ولذلك قام الرسول صلى الله عليه وسلم بالتالي: توحيد صف المسلمين عن طريق انتخاب 12 نقيبا، 9 من الخزرج و3 من الأوس. يبقى دي لتنظيم المدينة أو تنظيم المسلمين في المدينة استعدادا للهجرة. دي مقارنة ما بين البيعتين. نيجي بقى أسباب إقبال أهل يثرب على الإسلام. ليه أهل يثرب دخلوا الإسلام بأسرع وأسهل من أهل مكة زي ما شفنا قريش كانت عنيدة إزاي؟ أول حاجة معرفتهم بأمر الرسالات من يهود يثرب وقرب زمن ظهور النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى اليهود كانوا دايما بيتكلموا معاهم عن الله وعن ظهور النبي، فده كان مديهم معلومات سابقة. الحاجة التانية حاجتهم إلى من يلم شملهم بعد حروب طاحنة بين الأوس والخزرج، حروب طويلة جدا، وكان اللي بيشعللها دايما اليهود للتوقيع بين الأوس والخزرج، ومع الأسف طبعا كان بيموت أعداد كبيرة، فكان فرصة للم الشمل مرة أخرى وهو دخولهم في الإسلام. برضو هنلاحظ ان هم بيتميزوا بالرقة واللين وعدم التكبر، يعني بيختلفوا برضو في الصفات الشخصية عن قريش. الهجرة بقى الى يثرب او المدينة المنورة، امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه بالهجرة الى يثرب فرارا بدينهم. وطبعا الهجرة الى يثرب لها اسباب. ليه اختاروا يثرب؟ اول حاجة الامر الالهي بالهجرة اليه، دي اوامر الله سبحانه وتعالى. حاجة تانية مبايعة أهلها للرسول ومناصرتهم له في بيعتي العقبة الأولى والثانية. الحاجة التانية مبايعة أهلها للرسول صلى الله عليه وسلم. نيجي بقى نشوف موقف قريش. طبعا قريش هترفض الهجرة وهتحاول تمنع المسلمين من خروج من مكة سواء بالخطف أو بالسجن. هنلاقي هنا قريش عملت إيه؟ عقدت اجتماع في دار الندوة عندما لم يبقى في مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا أعداد قليلة، وقررت قتل الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا يهاجر إلى المدينة. لكن ربنا سبحانه وتعالى نبه الرسول لهذه المؤامرة وأمره بالهجرة. الخريطة اللي قدامنا بتبين خط السير اللي مشي فيه الرسول وأبو بكر وهو باللون الأخضر، أما الخط السير الرئيسي اللي هو الخط الآخر، يعني باختصار الرسول ممشيش في الخط المعتاد اللي بتمشي منه القبائل طبعا، وهنا حتى يهرب من مطاردات قريش. تخطيط الرسول صلى الله عليه وسلم للهجرة. الهجرة لم تكن أمرا سهلا، ولكن كان في استعداد قبلها، في استعدادات قوية جدا. أول حاجة الرسول اختار علي بن أبي طالب ينام في فراشه حتى يؤدي الودائع التي كانت لديه للناس. الرسول عليه السلام كانت قريش بتثق فيه حتى بعد دخوله الإسلام، وكانوا سايبين معاه أمانات، وعشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام لم يهاجر إلا عندما اطمأن أن علي بن أبي طالب سيرد هذه الأمانات إلى أصحابها. حاجة تانية برضو في الخطة اللي وضعها الرسول، خرج الرسول من بيته ليلة الهجرة متجها إلى بيت أبي بكر الصديق، والذي كان أعد راحلتين أو جملين أو ناقتين، ثم توجه إلى غار حراء وأقام فيه 3 أيام. يبقى دي الخطوة التانية. الخطوة التالتة استخدام الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه طرقا غير مألوفة للهجرة إلى يثرب لتضليل المشركين أثناء البحث عنهم، زي ما شفنا على الخريطة ممشيش في الطريق المعتاد اللي بتمشي منه القبائل. 4 استفاد الرسول صلى الله عليه وسلم من شخصيات متعددة. هنا بقى هنلاقي ان الخطة كانت بتعتمد على شخصيات محل ثقة على أساس انها تنفذ المهام المطلوبة منها. زي مين؟ عبد الله بن أبي بكر كان مهمته رصد تحركات قريش، شوف قريش وتحركاتها. عندنا أسماء بنت أبي بكر كانت مهمتها التمويل والإمداد، يعني إيه؟ يعني دي كانت بتوفر لهم الأكل والشرب. الحاجة الثالثة
عبد الله بن أريكت كان دليل، وكان طبعا يعرف الصحراء جيدا. طبعا بنجاح الهجرة ووصول الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أو إلى يثرب، كان في استقبال كبير جدا للرسول هناك، وأهل يثرب استقبال الرسول استقبالا حافلا. بعد كده هنلاحظ بقى أن تبدأ مرحلة بناء دعائم الدولة الإسلامية ومواجهة الأخطار الداخلية والخارجية. ودلوقتي نشوف مع بعض مجموعة من الأسئلة على الدرس. السؤال الأول، اختر الإجابة الصحيحة مما يلي: ازداد إزاء قريش للرسول صلى الله عليه وسلم في العام العاشر من البعثة مستغلة أحداث، هل هي اجتماعية، دينية، سياسية، اقتصادية؟ يعني في العام العاشر من البعثة التعذيب والإزاء زاد جدا للرسول وللمسلمين لأسباب. طبعا كلنا فاكرين في هذا العام توفيت زوجة الرسول وعم الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو المعروف في التاريخ بعام الحزن. يبقى دي كلها تعتبر أحداث هنسميها أحداث اجتماعية. لو جينا بصينا على السؤال الثاني، ظهرت العصبية القبلية بشكل إيجابي عندما نقط. هي العصبية القبلية طبعا لها شكل إيجابي ولها شكل سلبي. سلبي يعني شيء سيء، زي ما احنا عارفين التعصب للقبيلة وبرضو الطار والحاجات دي تعتبر أشياء سلبية. أما الشيء الإيجابي اللي حصل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، إيه هو؟ إن أرسلت قريش وفدا للنجاشي، ولا عرضت قريش على الرسول المال والسلطة، ولا تفاوضت قريش مع أبي طالب، ولا نقد البعض صحيفة أو وثيقة مقاطعة بني هاشم. طبعا الإجابة الصحيحة هي نقد البعض صحيفة أو وثيقة مقاطعة بني هاشم، لأن هم طبعا ما عجبهمش الأذى اللي بيتعرضوا له بني هاشم أثناء حصارهم ومنعهم من الطعام أو التزاوج من قريش. السؤال اللي بعده، رفض النجاشي إعادة المسلمين إلى قريش قبل أن يسمع منهم، يدل على يعني لما سمع من الطرفين، ده بيدل على إيه؟ هل هي عدالة أم مساواة أم تسامح أم كرم؟ طبعا أكيد عدالة. السؤال اللي بعده، أول مركز لتعليم الإسلام أقيم فين؟ في عندنا دار الندوة، دار الأرقم ابن أبي الأرقم، دار الرسول، دار أبي بكر الصديق. طبعا أول مكان لتعليم المسلمين كان دار الأرقم ابن أبي الأرقم. بدأ ظهور الدولة الإسلامية، متى بدأ ظهور الدولة الإسلامية؟ هل بعد بيعة العقبة الأولى، أم الهجرة إلى الحبشة، أم بعد بيعة العقبة الثانية، أم بعد الهجرة إلى يثرب؟ أكيد طبعا بعد الهجرة إلى يثرب. نيجي نشوف السؤال اللي بعده، اثبت صحة العبارة الآتية: كانت الحرب النفسية أحد أساليب قريش للقضاء على الدعوة الإسلامية. احنا قلنا في عدة أساليب للقضاء على الدعوة الإسلامية، من ضمنها طبعا الحرب النفسية. هنلاحظ طبعا ان الحرب النفسية اللي اتبعتها قريش كانت شايفة ان هي خير وسيلة لمهاجمة الدعوة. عن طريق ايه؟ عن طريق نشر الشائعات والأكاذيب حولها. وقد طبعا اتهمت الرسول اتهامات بالكذب والسحر والسعي للزعامة والشهرة، وزي ما قلنا قبل كده هي خططت جيدا لنشر هذه الشائعات، لما قلنا اختيار المعاد والوقت المناسب، اختيار الشخصيات المناسبة، توحيد طبعا الكذب حتى يثبت صحته أو يقتنع به الناس. السؤال اللي بعده عندنا، دلل على ما يلي: ظهرت حكمة النجاشي وعدله في عدم تسليم المسلمين إلى قريش. طبعا احنا قلنا النجاشي كان شخص عادل. طيب ايه حكاية الحكمة دي؟ يبقى انا عندي هتكلم في السؤال عن الحكمة وعن العدل. الحكمة ان هو ما تسرعش في الحكم على الاخرين. الحكمة ان هو ما اكتفاش انه سمع من طرف واحد لما جاله عمرو بن العاص. طبعا سمع للطرفين، ده حكمة. اما بالنسبة للعدل، وهو اصدار حكم بما يملي عليه ضميره، لما سمع للطرفين لم يلتفت الى الهدايا التي اتت بها قريش، لم يسلم المسلمين الى قريش، ولكن حكم بالعدل بما يمليه عليه ضميره. السؤال اللي بعده، اختلاف موقف اهل الطائف عن اهل يثرب من الدعوة الاسلامية.
طبعا موقفين مختلفين تماما. يعني مثلا أهل الطائف رفضوا الدعوة الإسلامية وتعرضوا للرسول بالإيذاء وحتى أدمية قدماه الشريفتان، أما أهل يثرب قبلوا الدعوة الإسلامية، وده كان واضح جدا في بيعة العقبة الأولى والثانية، وطبعا استقبلوا الرسول استقبال رائع وكانت بداية الدولة الإسلامية. يبقى في اختلاف كبير في المواقف ما بين أهل الطائف وما بين أهل يثرب. نشوف السؤال اللي بعده، إدراك المسلمين لفكرة الديمقراطية مبكرا. طبعا الدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد بيعة العقبة الثانية انتخب 12 نقيب، 12 واحد، تم اختيار 9 من الخزرج و3 من الأوس، وكان ذلك لهدف توحيد الصفوف. حدد أوجه الارتباط بين، في عندنا حروب الأوس والخزرج والدعوة الإسلامية. طبعا الحروب بين الأوس والخزرج احنا قلنا كانت حروب دموية استمرت سنوات طويلة، وكان اليهود طبعا بيساعدوا على استمرارها، وتسببت في ان اهل يثرب يقبلوا على الدعوة الإسلامية لان هم فعلا كانوا محتاجين لم الشمل، محتاجين وقف لهذه الحروب، محتاجين يعيشوا في امن وسلام. فكان في ارتباط فعلا ما بين حروب الأوس والخزرج وما بين الدعوة الإسلامية. طب ما الدروس المستفادة من تخطيط الرسول صلى الله عليه وسلم للهجرة إلى يثرب؟ طبعا الدروس المستفادة كتير. أول حاجة طبعا الإيمان بالله سبحانه وتعالى والتوكل عليه. الحاجة التانية الاعتماد على أهل الخبرة والكفاءة، زي ما شفنا الرسول اعتمد على بعض الشخصيات زي عبد الله بن أبي بكر، كان طبعا محل ثقة الرسول وفعلا أدوا المهمة على أكمل وجه. التخطيط الجيد للأمور قبل بدئها، لازم يكون في تخطيط وفي استعدادات، واحنا شفنا طبعا الرسول كان مجهز هو أبي بكر ناقتين، مجهز الدليل اللي هيوديهم إلى يثرب، يعني في استعدادات ما قبل الهجرة. طبعا لازم كمان نتوقع خطوات العدو ونتابع تحركات العدو، ودي كانت مهمة عبد الله بن أبي بكر، هي متابعة تحركات قريش. نيجي للسؤال اللي بعده، رفض النجاشي تسليم المسلمين، إيه الدروس المستفادة من رفض النجاشي تسليم المسلمين؟ طبعا ده بيبين لنا الحكمة اللي كان فيها النجاشي، عدم التسرع في الحكم على الآخرين، عدم الاستماع إلى طرف واحد، لابد من أنا أسمع الطرفين، لابد أن أنا أكون عادل بعيدا عن أي شيء، بعيدا عن الهدايا الأموال المجاملات. ده موقف النجاشي بنتعلم منه حاجات كتير جدا. بكده يبقى احنا خلصنا درسنا، حلينا بعض الأسئلة، وربنا يوفقكم جميعا وبالتوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.